مش عارف انا والله مستر تكشير بيفكر ازاي، يعني لما يفتكر ان انا هلعب بال 4 2 3 1 زي ما هي، زي ما كان اجيري بيلعب بيها وزي ما كان كوبر بيلعب بيها، ونفس الحكم اللي كان موجود في نص الملعب بتاعي سواء بوجود طارق والنني ودام عبد الله، لا انا بقى برنس، انا بقى حسام البدري، انا بقى الوحيد اللي كان عاطي في الكوكب ده كله صح، وكل دول عباره عن شويه مخفلين. طب انا بقى هلعب بنفس التركيبه ولا بقى هطلع منهم اللي عجب العجاب اللي هو كابتن حسام؟ طب ما الناس كلها كانت بتلعب بالنني وطارق وكان بيبقى قدامهم عبد الله، لا ما انا لما اغير واحط عمرو السوليه هيفرق بقى، والناس دي هتنطق ولاعيبه خط النص هينطقوا. اللي هو كابتن حسام عمرو السوليه في الماتشات الافريقيه مع النادي الاهلي بيبان ان هو لعيب شفاف، فما بالك بقى لما تحطه قدام منتخبات افريقيه بس هيبقى الدنيا بالنسبه له عامله ازاي؟ غير عمرو السوليه في الحاله الدفاعيه ممكن يكون جيد وبيعرف في مركز صح، وبيعرف ان هو يشيل الاثنين مساكين قدامه، بيعرف ان هو يكون مركز سته كويس. الراجل ما مش دوره مركز سته، بس الراجل بيعرف يدافع كويس قوي. بس احنا مش جايبينك عشان كده، احنا جايبينك عشان خاطر واحنا معانا ام الكوره ما نفضلش نلعب طويل على تريزيجيه وعلى صلاح. النهارده الحمد لله بتلعب قدام توجو، فرقه مفترض ان هي اخر الجدول، مفترض ان كابتن حسام عندنا فرصة ان احنا نكسب توجو النهاردة. غياب صلاح بيقطم وسط الفرقة، حضرتك مش مهتم ان انت تعمل معسكرات علشان خاطر اهم حاجة بالنسبة لك ال 700,000 اللي موجودين كل شهر، وكمان بتحاول ان انت تاخد عليهم حوافز اللي هو ده مش كفر ده الحاد، بس عادي احنا معديين وبنكبر بمزاجنا. لما قالوا ان انت مسكت منتخب مصر قلنا يا جماعة عادي، مدرب مكروه جماهيريا، مسكوا منتخب مصر ما عرفوا ان هو فاضي فنيا، خلاص ورونا هتعملوا فينا ايه، والضحك رايح بينا لحد فين. بس مش معناه ان احنا نلعب ماتشات سيئه قوي، ومعناه ان احنا هنطلع نتحجج بالحكم، ما حسبناش اتنين ضربه جزاء، وكمان كان في واحده بتاعت رمضان في النهايه، اللي هو كابتن حسام باي منطق بتلعب برمضان صبحي اللي بقاله 3 4 شهور ما نزلش ملعب ويكون اول تغييره ليك، وباي منطق بتغير تريزيجيه اساسا؟ اي منطق يخليك ان انت تغير اللاعب الوحيد اللي عامل لك شكل هجومي؟ اي منطق يخليك تسيب عبد الله 90 دقيقه جوه الملعب وعبد الله بيعاني؟ ايه المنطق والحاجات اللي انت بتعملها غريبه دي؟ هل لو مصطفى محمد النهارده كان جاب جون كنت خليته 90 دقيقه؟ لا طبعا ما كنتش هتخليه 90 دقيقه، عشان خاطر تثبت ان انت الوحيد اللي بتفهم، ومصر كلها عباره عن شله من الاغبياء، وانا هغير مصطفى. انا عارف انك الماتش الجاي تلعب بكوكا، وعارف كويس قوي انك الماتش الجاي هتلعب بطارق من بدايه المباراه ومعاه محمد النني وكمان قدام عبد الله، وتستنى ان هم يعملوا حاجه جديده. انا عارف ان انت ما عندكش كوره، انا عارف تماما ان انت مدرب فاضي، بس انا مضطر اقول الكلام ده فعندي هنا في القناه. بس الحمد لله احيانا بتكون ميزه ان قناتك بتكون صغيره عشان خاطر ما حدش ياخدك على محمل الجديه فتقول اللي انت عايزه. كابتن حسام البدري مدرب فاضي، منتخب مصر مدرب منتخب فقير جدا جدا جدا، منتخب مصر ما بيقدمش كوره، منتخب مصر كله هو بيعمله ان هو بيقدم اسماء، منتخب مصر بيعمل توازنات جوه الملعب، ثلاثه اهلي ثلاثه زمالك، ادي يا ابني الباقي محترفين ويلا يا ابني هتسلك. كابتن حسام مش مصر اللي هتكسب توجو بكره عرضيه فضلت تخبط بيقدر وينش يجيب هدف، ده مش منتخب مصر يا كابتن حسام. تفرق ايه انت عن اجيري؟ تفرق ايه انت عن كوبر؟ كوبر على الاقل كان فاهم التيتا صح، كان باصل صلاح، اجيري كان مغفل، انت جاي فاهم ان انت اللي هتصلح المايله، واهم حاجه بالنسبه لك التكشيره والتقدمه على الدكه، هو ده راس مالك في الحياه، افضل قلدم براحتك. وانا عايز اقول لك عزيزي المشجع حاجه افهمها من دلوقتي، اياك تستنى اداء حسام البدري، ما تضحكش على نفسك، لو جبت احسن 11 لاعب في الكوكب البدري مش هيعرف ان هو يعمل منهم فرقه كويسه ويعرف ان هو يعمل لك اداء. مع الاهلي كان بيمسك طول السنه بيعمل ماتش او ماتشين كويسين، والباقي كله كان بيبقى عباره عن عك، لا الفرقه كان بيبقى عندها قدرات هجوميه كويسه ولا الفرقه الدفاعيه بتكون كويسه، فمستني منه ايه في 3 4 تمرينات مع المنتخب لعيبه ما عندهمش انسجام مع بعض، مستني منه ايه؟ تستناش حاجه من بدري، استنى بس انك تقعد تضحك وتشوف المسؤولين في اتحاد الكره المصريه هيوصلونا لحد فين. مكسب توجو مش هقدر اقول لك ان الفرقه هترجع من بعيد، لا احنا ممكن نخسر بعد 3 ايام في توجو عادي، منظر الفرقه جوه الملعب ما يقولكش ان انت تطمن او تحط في بطنك بطيخه صيفي، هيقولوا لك النهارده ان الفرقه عملت اداء كويس والحكم هو اللي ظالم، قول لهم لا انا بتفرج على المباراه، انا مش احول ومطالب مني ان انا اصدق ان انتوا بتقولوا، وانتوا شويه كدابين، هتقولوا ان البدري مدرب كويس، هتقولوا ان الفرقه اتاثرت بغياب محمد صلاح قوي، بس مش للدرجات الفرقه ملط، لعيبه سيئه، احمد سيد زيزو كان ممتاز جدا الشوط الاول، وراجل معروف ان هو واحد من احسن اللعيبه الموجودين جوه مصر اخر شهرين ثلاثه، الونش برده كان مفترض ان انت تبدا بيه وده عملتها. كل اللي حسام البدري عمله في المباراه كان عباره عن بجديات، الحاجه اللي كان مطلوب ان حسام البدري يحطها جوه الملعب التاتش بتاعه في الحاله الهجوميه للفريق اللي مفترض ان كورنر رواء جالك النهارده قفل لك المباراه بال 4 1 4 1 في الحاله الدفاعيه، والعب بقى فالح، تلعب كوره تقول قدام توجو، امال هتعمل ايه قدام المنتخبات الكبيره؟ جاتنا نيله في حظنا الهباب،